نشرت مجلة إيكونوميست البريطانية تقريراً سلط الضوء على الإجراءات الحكومية التي من شأنها تحسين بيئة العمل. وقالت المجلة في تقريرها إن حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تعالج بعض الصعوبات الهيكلية التي يواجهها القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة أول جهد منسق لتحسين بيئة الأعمال في مصر.